المحاضرة السابعة. أول حاجة هنتكلم عنها النهاردة، هنراجع مع بعض الموضوع الأول اللي هو مقدمة على الفلويد ميكانيكس. أول حاجة قلنا إن إحنا بنشتغل تحت فرع في الهندسة اسمه الووتر ريسورسز انجينيرنج. المهم إيه هو الووتر ريسورسز انجينيرنج؟ زي ما إحنا شايفين اللي هو استخدام المية أو تسخير المية من أجل مكتوب هنلاقي كذا حاجة، المودرن ليفينج، الزراعة والصناعة والحياة المدنية والبيئة. تلاحظوا بمعنى إنها لكل شيء، يعني كل ما يتعلق باستخدام الموارد المائية لخدمة الإنسان هو يندرج تحت هندسة الموارد المائية. هنلاقي تحت كاتبين أربع يعني تعريفات دقيقة شوية أو تفصيلية. لو انت عايز تعرف ايه هو هندسة الموارد المائية بشكل ادق، هتلاقي ان انت عندك مثلا ان انت الحصول وتوفير موارد المياه سواء المتوفرة على سطح الارض او تحت سطح الارض، دراسة حركة المية. وطبعا كلمة حركة المية ده موضوع كبير، زي مثلا يندرج تحتيه دراسة الانهار. كل الانهار عبارة عن ايه في الاخر؟ عبارة عن قنوات بتتحرك فيها المية من مكان لمكان. فموضوع الانهار ده يعني فرع كامل في الهندسة ويشتغل فيه الآلاف من الناس، فدي كلها مهن أو فروع في العلم يعني. بعد كده ذا ترانسبورت أوف ووتر، قنوات وغيره. وبعدين إدارة الإيروجن، الإيروسيف إفكت أوف ووتر ويف. طبعا ده فرع كبير برضه. نهر النيل أو حتى البحر، أي نهر أو بحر وهو بيتحرك، مجرد حركة المية بتسبب تآكل للتربة المحيطة، تاكل في ناحيه وترسيب في ناحيه. اكبر ترسيب عندنا دلتا كمثال، دي يعني شوف كم مليون واحد. على الجوانب الاخر هتلاقي مثلا عندك في الساحل الشمالي في اسكندريه وغيره دايما بيحصل نحر، فالنحر ده معناه اراضي بتروح مع ناس استثمارات بالملايين والمليارات ممكن تروح السوداء يعني. فعشان كده نشا فرع كبير في الهندسه اللي هو الحفاظ على الاراضي من النحر ودراسه العكس الترسيب اللي هو المضاد ليه. لو حبينا نعرف برضو الووتر ريسورسز سيستمز انجينيرنج، هنلاقي ان احنا مطلوب مننا حاجتين. اول حاجه الاداره، اداره الميه اللي من جزء منها الاوبتمايزيشن اوف ووتر ريسورسز. يعني لو انت يعني بغض النظر عن الكلمات والمصطلحات دي، لو انت عايز تعبر بداخلك يعني بنفسك ايه هو الووتر ريسورسز سيستم انجينيرنج، ان انت بالبلدي كده ازاي شويه الميه المتاحين ليك تحقق اكبر منفعه بيها. ده معناه ان الميه المتاحه هتتوزع. هنا السكيل اللي بنتكلم فيه زي ما الصوره اللي على اليمين مورينا ده سكيل عالي شويه. احنا هنا بنتكلم على ليفل كان الحكومه بتوزع الميه ازاي، كم في الميه من الميه هتروح للزراعه، كم في الميه للصناعه، كم في الميه للسكان، بغرض تحقيق المنفعه. الرسمه اللي على الشمال دي رسمه رمزيه من كتب بتتكلم في حاجه اسمها الاوبتمايزيشن. يعني انت لو عندك 1 متر مكعب ميه لو اديته للفلان هيحقق منفعه كذا جنيه، لو اديته لغيره هنا مقصود بيها فرع، لو اديته للزراعه هيرجع لك كذا جنيه، لو اديته للسكان يشربوا هيرجع لك كذا جنيه. تدي توزعهم ازاي؟ الموضوع كبير ومعقد لان في شروط، انك مثلا ما ينفعش تعطش حد، ما ينفعش حد يغرق، ما ينفعش تدمر صناعات، فبيبقى موضوع كبير. في الاخر هي ازاي توزع كميه الميه المتاحه لتحقيق اكبر منفعه للمجتمع ككل. عندنا فرع الهيدروليك انجينيرنج وهو ببساطه علم التحكم في تخزين وحركه الميه، بما يشتمل من تصميم منشات الري، وفي ماده خاصه في الهندسه اسمها تصميم منشات تصميم منشات الري او تصميم منشات هيدروليكيه، وهي من الاخر عباره عن المنشات اللي بتمكننا من التحكم في تخزين وحركه الميه. زي ما الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده منشا سد وفي ممر اسمه سبيلوي بيخزن ميه في حته ويسمح بالحركه في اتجاه معين للميه. احنا شايفينه ده لوقف نحر الميه ناتج عن الامواج. اللي احنا شايفينه قدامنا الووتر ريسورسز مانجمنت، دي فروع العلوم المختلفه اللي بتتجمع مع بعض لتحقيق المنفعه اللي احنا قلنا عليها اللي هي الووتر ريسورسز مانجمنت. يعني لو انت حبيت يعني تعرف ايه العلوم اللي انت محتاج تتعلمها عشان تحقق اللقاية اللي احنا قلنا عليها، التركيبه دي من العلوم. هنلاقي الهندسه المدنيه موجوده تحت فرع الهندسه وكل العلوم التانيه بتخدم. فانت لو هتشتغل في هذا المجال او عايز تدرسه لازم تعرف ان انت في خلال شغلك ممكن جدا تتقاطع مع ناس في التخصصات ديت.